استاذ صلاح الدين والد الشهيد البطل عمرو صلاح، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني انا النهارده لازم احيي حضرتك لا انا اللي فرحان، انا اللي احيي الشعب المصري، في رجاله، في رئيس الجمهوريه السيسي البطل ده، هو البطل الحقيقي، ساكت، فضل ساكت وضربت معدل، او بقول مش هقدر اقول اكتر من كده، ضربت معدل كده، انا بدات استريح طبعا، انه جاب حق ابني وجاب حق كل زمايله، ربنا يخليه وربنا يكرمه وربنا يكرمك ويقويك. لا الحمد لله، الحمد لله. انا مبسوط جدا النهارده لما عرفت موضوع الحيث انه حي، والله العظيم انا كنت حاطير من الفرحه. الحمد لله، الحمد لله. يعني انا والله العظيم يا جماعه انتوا بتكسفونا فعلا قد ايه قوتكم. لا يا ماما، لا يا ماما، مصر دي، ما احنا مصريين يا ماما، المصريين معروف ان هم جدعان ورجاله، وفي الشدائد بتلاقيهم المصريين الجدعان، مش المصريين الخايسين اللي هم مش مصريين، اللي بيعملوا الحاجات اللي هي السيئة دي مش مصريين. احنا المصريين الجدعان، وطول عمر مصر ما بتطلعش غير رجاله. بشكرك يا استاذ صلاح، بشكرك. العفو يا فندم. بشكرك.